ما الذي حصل لمجتمع المسلمين كما ترون هذا الانحدار الشديد وهذا الهوان وهذا الضعف؟ من أسبابه الرئيسة ضعف الدور التربوي للأسرة. هذا الفرد لا يحصل على تربية كافية. ونحن كما رأيتم يا إخوة في آخر كلمة لأخينا هلال جزاه الله خيرا، المخاطر العظيمة، بل هذا البحر الخضم من المعلومات الإنترنت الذي لا نسيطر فيه على أحد، يأتي دورا الأسرة هنا في الغرس معاني الإيمان، العقيدة الحق، العبادة، الأخلاق القويمة. ومن فضل الله أذكر بنعمة الله على العباد أن المتخصصين في التكوين النفسي للناس يجدون أن أكثر من ثلثي التكوين النفسي العقلي للطفل أو للإنسان يتكون في الخمس سنوات الأولى. فنحن نملك أطفالنا في هذا السن، فإن تردى أو أهملنا دورنا في هذا الوقت ضيعناه فيما يأتي. عليكم السلام. ضيعناهم فيما يأتي. الغرس لهذه القيم في هذا السن إذ أهملته الأسرة ضاع الطفل في الكبر. من يحميه في خلوته وفي حينما يبحر في هذا العالم المظلم من الإنترنت؟ هو وادي من أودية الهلاك، يحتاج أن يسير فيه الخبير لينجو من معاطبه. الخطر الثاني بعد إهمال دور الأسرة، تدهور دور الأسرة المدرسة عفوا تدهور دور المدرسة التربوي. سبب هذا اعتماد المناهج الغربية في التربية، والثقافة الإسلامية والمواد الإسلامية يعني قليلة وليس لها تأثير كبير في المدارس. من المخاطر التي تتهددنا طغيان الثقافة المدنية الغربية، وطغيانها له صور أو أسباب. من قبل ذلك كانت الأسفار والقراءة والانبهار بهذا الجانب المادي، واليوم هذا التواصل السريع من الأشياء المضرة جدا في على هذه المجتمعات. الطغيان الغربي على مجتمعات المسلمين وعلى سياستهم في التبعية التامة لهم في كل شيء. والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لن يرضوا عنا من العري، من الربا، من الفحش، من تغيير المناهج، كل شيء، حتى لن يرضوا عنا حتى نخرج من ديننا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن هذه من المخاطر التي تواجهها المجتمعات المسلمة. هذه الفضائيات وما تبث إلينا من الإباحية والإثارة الغريزية والأفكار التي تطغى أو تحكم سلوك الأفراد على غير معيار الشرع، أفلام الكرتون، هذه الساعات الطويلة التي يقضيها أبناؤنا أمام أفلام كرتونية تناقض عقيدة الإيمان بالله، توقير السحرة، الاستخفاف بأمر الدين،
هذا شيء طاغي في مجتمعات المسلمين، والآباء والأسر تاركة الأبناء كما قلنا، ضعف دور الأسرة في التربية، ضعف شديد. فتجد الأب يترك أبنائه ينظروا يفتحوا على أي قناة شاءوا. النساء من المخاطر الكبرى التي تتهدد مجتمعنا يا إخوة، فتنة النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء. والمرأة لما كان هذا وضعها، وأول فتنة بني إسرائيل في النساء، ثم بدأ هلاكهم من حينها. وآخر شيء سمعناه وثيقة الأمم المتحدة، وثيقة المرأة يعني للأمم المتحدة. إيش هذه الوثيقة؟ مستندة لاتفاقية اسمها اتفاقية السيداو من قبل. هذه مضادة لكل القيم والأخلاق. ماذا؟ حماية النساء والصغيرات. كيف حمايتها؟ يعني البنت من تبلغ حرية تامة لها، لا يجوز أن تقيد لا بديد ولا بقانون، تزني، تصاحب من شاءت، تخرج متى شاءت، تلبس ما شاءت، هذا للمرأة. تسوية بين العشيقة بالزنا وبين الزوجة الشرعية، والتسوية بين أولاد الزنا والأولاد الشرعيين، هذه الوثيقة. حماية الشذوذ، أن تتزوج، أن يقترن رجل برجل وامرأة بامرأة، هذه وثيقة المرأة. والآن بعض الدول الإسلامية تتحفظ على بعض المواد، تحفظها على بعض المواد لا يمنع اعتماد هذه الوثيقة، وتصبح ملزمة بها من منظمات المجتمع المدني أو العالمي، وتحاسب الدولة لأنها لم تلتزم بهذه الوثيقة. هذا خطر عظيم، ينبغي على الدول الإسلامية أن تمتنع عن التوقيع على هذه الاتفاقية. رفض دول كافرة، رفضتها كثير من دول الكافرة، رفضتها غير مسلمة، لأنها دمار للقيم والأخلاق. المرأة بسبب دعوتهم شيء يسمونه مشاركة المرأة، تحرير المرأة، التمكين للمرأة. إيش يعني تمكين المرأة؟ ما سلف تمكينها من كل باطل، أما حمايتها من الظلم واحترامها ومعرفة قدرها كزوجة كأم كابنة، هذا أمر قد قرره الإسلام تقريرا واضحا، فما نحتاج إليهم. من هذا، من التمكين وحرية المرأة وخروجها للعمل، مشاركة الرجل في التنمية في كل ميادين الحياة، لتضيع بيتها وتتفكك الأسرة. وانظروا في خلال 5 سنوات عندنا في صلالة، هذه المدينة الصغيرة، كم عندنا بيوت أزياء للنساء تبرج، أزياء يعني بيوت التبرج، كم عندنا بيوت زينة يعني لتبرج النساء، شيء هائل، عدد كبير في ظرف في سنوات قليلة. كيف مع تقدم الوقت؟ إماتة الحياة، وجعل الحياة منقصة في حق الشاب والمرأة، والتي هي إذا ذكر معها، إذا ذكر الحياة، إذا ذكر النساء ذكر معهن الحياة. المخاطر التي تتهدد المسلمين في المجتمع المسلم فوق ما سلف، اختلاف الرؤى بين الأجيال، وهذا أمر خطير جدا. الأبناء تفكيرهم ورأيهم يختلف عن آبائهم، ما السبب؟ نتاج ما سبق، نتاج إهمال الغرس من الصغر، غرس القيم الدينية، التربية في المدارس مهملة. ما ذكرناه سابقا أثر على أنه نشأ عندنا جيل مختلف الرؤية عن جيل الآباء. فالمدارس أهملت جانب العربية، لغتهم ضعيفة جدا،
هذه القنوات والإنترنت، القنوات نعني بها الفضائية وقنوات الإنترنت، ولدت عندهم سلوك في الظاهر من اللباس ولا يعيبه أحد، ولو عابه الأباء صار عنف وصارت مشادة بين الأبناء والأباء، صار عندهم الكذب، يتفننون في الوصول إلى الفاحشة، إغراء الجنسين لبعضهم بعضا. العيب، ما هو العيب؟ لا يعرفون العيب. من أين جاء هذا؟ لأنهم أهملوا إلى أمور كثيرة من المسلكيات الخطيرة التي نتجت عند هذا الجيل الناشئ مختلف في تصوره عن أبائه. لذلك تجد كثير من الفضليات من الناشئات من البنات ومن النساء حتى المتزوجات يستحيين مثلا أن يلبسن العباء عباءة الرأس. قالوا أنت عجوز مثل العجوزة. الجيل هذا يسمي هذا العفاف وهذا الاحتشام سلوك عجائز. الشباب اللي يسهر إلى الفجر شيبان، ثم يسميهم ما شاء. يعني هذه ربما ترونها مسالك قريبة، لكن هناك ما هو أخطر من هذا، أن هذا الجيل اللي هو ضحية ما ذكرنا من قبل يهدد أن يصبح هذا المجتمع الذي نراه اليوم ولا زال فيه من الخير الكثير مجتمع منسلخ عن قيم أبا، عن الأجيال السابقة التي كانت منذ أكثر من 1400 سنة وهم يجعلون القيم نصب عيونهم وإن زلوا عنها يعودوا إليها. اليوم القيم في الأذهان في التصورات مختلة، التحرر وعدم وجود ضابط، فالآباء الآن لا يصلح أن يستخدموا العنف مع هذا الجيل. العنف عكس نتيجته عكسية تماما، كما قلنا في الجيل هناك تحدثنا عن الأسرة، غرس القيم في النشأ، الحوار اللطيف، الإقناع، ماذا، المودة، الرحمة، الرفق، هذا مطلوب في الجيل كله. في الكبار يتعاملوا، إذا رأينا شباب على وضع غير حسن من لباس أو يقفون في المراكز التجارية أو أمام المدارس أو في الجامعات يعاكسون البنات أو يغروهن، وربما البنات يفعلن هذا أيضا، فما العنف معهم ليس مجدي، بل يتولد عند ردة فعل ويمكن يسيء الأدب وهو الواقع مع الكبار الذين يحاول أن يوجهوهم في المكان. احترام الجيل هذا لمعلميه قليل جدا، فيحتاج إلى أن المعلمين يعيدوا النظرة اكتشاف هذا الجيل كيف نتعامل معه. وأهم شيء في هذا معالجة هذا الواقع وفي هذا المخاطر أو مقدر هذه المخاطر، ربط الناس بهذا الدين الخالد. ربنا يقول وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذه الرجعة القوية من رأس المجتمع وهو الحاكم إلى المؤسسات التي لا أثر عظيم في الناس من التربية والإعلام، فهم أخطر مؤسستين، ثم دور الأسرة كما قلنا، وأهمية القدوة الصالحة
لأنها من المخاطر التي السابقة غياب القدوة الصالحة أمام الأبناء، أمام هذا الجيل.